بعث صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عودته إلى دولة الكويت الشقيقة بسلامة الله وحفظه بعد أن من المولى عز وجل على سموه بنعمة الشفاء والتعافي إثر الوعكة الصحية التي ألمت به. هذا نصها. حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعبر لسمو أخينا العزيز عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة عودة سموكم إلى أرض الوطن بسلامة الله وحفظه بعد أن من المولى عز وجل عليكم بنعمة الشفاء والتعافي إثر الوعكة الصحية التي ألمت بسموكم، وإننا لندعو الله عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر متمنين لدولة الكويت الشقيقة اضطراد التقدم والنماء في ظل قيادتكم الحكيمة وللعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين بلدينا والشعبين الشقيقين دوام الرفعة والازدهار. والله يحفظكم ودمتم برعايته سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.